السلام عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا كامل ملاح. اللي جديده واول مره تدخل على القناه تاعي، مرحبا بك. انا بوشا قناه لوسكري. البنات اليوم جيت نوريلكم كيفاش نخدموا هذا الماطلا الونجي. هذا خاص بالبيبي، ديري فوق او لا كومود ولا فوق السرير عندك، اللي ما عندهاش لا كومود فوق السرير ولا فوق الطاوله، تحطي المطرح ولي برودوي قدامك، باش هكذا كي تبغي تبدلي لها تخرجي لها من لا دوش، ولا تبغي تبدلي البيبي تاعك، ولا تبدلي لها قشه، ولا تبدلي لها لاكوش، ولا هذه تحطيها هنايا باش ظهرك ما يوجعكش، و سي تري تري براتيك. فوالا بنات، الوغ اليوم نوري لكم ان شاء الله كيش نخدموا هذا الماطلة، وغدا ولا بروشان فيديو ان شاء الله نوري لكم كيش ندير لاوس، يعني الغلاف تاع هذا الماطلة. عاود فيديو اللي يجي موراه الى ربي كتب نوريكم كيفاش نغلف، خاطر هذا مانيش ماشي نخليه هكا، غادي نغلفه باش يجي ان اونصومبل شباب. فوالا البنات، الوغ نتمنى يعجبكم الفيديو تاع اليوم، ونخليكم تبعوا خطوات الخياطه. القماش اللي ماشي نستعمله هنايا هو هذا لا طوال، يقول لها لا طوال، كي جاي كيما الباش، كيما الباش. هذا القماش اللي خدمت به الساكه اللي فات، ويقول له لا طوال. شوفوا جاي خشين، بصح نتوما تقدروا تستعملوا اي قماش عندكم، القماش تاع ليدغا، قطن، القماش اللي عندكم. فوالا البنات، شوفوا ونحتاجوا لاوات. هنا في فرنسا ما تصيبش كيما في الجزائر، ولا صبتيها تبعها غاليه بزاف بزاف بزاف. دونك انا هذه كوات باليه كانت عندي ما كنتش نستعملها، استعملت ريكوبيريت منها لاوات. نحتاج زوج تاع المستطيلات، زوج غادي ندير على الجهه الداخله باش يبان لكم. زوج تاع المستطيلات، الوغ منا لهنا شحال كاين؟ عندي هنا 48، ومنا لهنا هنا 73. فوالا البنات، الوغ شنو غادي ندير؟ شوفوا غادي نطوي هنا، نطوي هكدا على 2، شوفوا نطوي هكدا على 2، هنا ندير كشغل هكا. انا باش يجي غير شويه دائري ماشي بزاف، غير في جهه وحده، غير في جهه وحده. فوالا اش غادي ندير؟ نخيط منا لهنا هكذا، ونجي هنايا منا هكذا حتى لهنا، ونخلي فتحه هكا، فتحه على حسب 30 سنتيمتر في الوسط. فوالا شوفوا هاني خيط، اش غادي ندير؟ غادي هنايا هنا ندير واحد ديكرون باش يدور غاية وصاي، هنا هنا وهنايا ندير هكذا، هنا كذلك. شحال هذه؟ غادي نقلب كلش، نقلب كلشي. فوالا دروك شاني باش ندير، غادي نرفد لاوات اللي خيطنا هذا الوك على لاوات، ونقص نيشان على حساب لاوات. شوف نعاود ناخد هاد القطعة اللي قصيتها كحال هكذا، خليه هنا على حساب الشبر، ونطوي هكذا.
وهكا علاش باش يجينا هنا يا بوبي. نخلي هنايا على حساب شبر وهنا على حساب شبر، على حساب شبر وهنايا على حساب شبر. هنا نقص نيشان هاد الجهه، هادي نقصها نيشان معاها، هنا نقصها نيشان. نخليها على حساب شبر، هنا كذلك نخلي على حساب، هنا نخلي على حساب شبر ونقص هكذا. شوفوا البنات، هنا نقص عاود، هنا نجي هنا ونقص نيشان مع هادي هكا هنا، ونزيد ندخل، نزيد ندخل هنا على حساب كادو، ونحي هذا المستطيل الشيء كذلك. من هنا نقص نيشان مع هادي هكذا، ندخل على حساب كادو هنا هكذا، ونقص نحي هاد القطعة. هلا شوفوا سما هاك شي جينا، جينا هكذا. شوفوا ناخذ لاكول، ناخذ لاكول وندير هنايا في الجوانب. فوالا نطوي الاولى نطوي الزوجه هكذا، يعني نطوي جوج خضرات علاش باش يجينا بيان بومبي مليح. لاكول باش تعاونو، عاود هنا تاني كنطوي هكذا اب فوالا. واش غادي ندير؟ غادي ناخذ ليبرا والخيط ونزيد نعاون بالليبرا والخيط، خيط غليظ، وغادي نعاونها نقبض هكا، ندير غرزات كبيره فوالا. هاني شكلت لاواط تاعي، اش غادي ندير؟ غادي هادي ندخلها هنايا، ندخلها هنايا اب، دير هكذا اب. كاين بنات اللي يقولوا لي يرحم والديك ما تزيديش تقولي اب. فوالا البنات، واش غادي ندير؟ غادي هاد الفتحه هادي هادي نبلعها باليد، فوالا هاني كملت. دروك واش غادي ندير؟ غادي نطراسي الجهه اللي تجي غامقه، علاش هذاك درت هذاك هنايا الغومبوغاج اللي درته هنايا غادي نخرجه. غادي شنو غادي ندير؟ غادي نحسب على حساب، خليت على حساب كادو، ثم نحسبو هنا 11 سنتيمتر هنا من لهنا على حساب 11 سنتيمتر ونطراسي 11.
اخ شوفوا البنات، هنايا بديت ندير بالماشينه بصح قالت تخيط تخيط تخيط، عاود تبلوكي لي تخيط تخيط. الوغ بلوكا جوج خطرات ما بغيتش نكمل، خفت انا نطرطقها ولا ما نكملها باليد. معليش ندير ابره وخيط نكمل باليد، ما سي با سي با زام بروبليم، غير كيف كيف. اه فوالا البنات تشوفوا ها هو كيفاش جا، جا شبيب. هنا نجي مكمله المطله تاعي البنات تشوفوا انايا خدمته باش نديره هنايا. هذه طابلا لونجي سبيسيال بور بيبي، كي ندوش لها وكامل نديرها فوق لا طابلا لونجي. فوالا كيما هكا يجي هنايا. دوك الفيديو الجاي ان شاء الله نوريكم كيفاش نديروا الغلاف، نوريكم غادي نوريلكم ان شاء الله ثاني كمان بعد كيفاش نحط لي برودوي تو. ولا سينون اللي ما عندهاش لا طابلا لونجي كيما هكا، تشوفوا انا عندي هذا، هذه اون كوموند وين فيها القش كامل. هذه تجي هنايا هكذا، تجي هنايا فوالا، باش هكذا تجيك ساهله باش تبدلي للبيبي. فوالا هنا يكون عندك البلاصه باش ديري لي برودوي تاعك، وهنا تحطي لو ماتلا لونجي وتبدلي لها، وهنا يكون عندك قشها وكامل. هنا القجر لو تيغوار يكون عندك القش وكامل، زعما هذا يعاونك باش تنظمي روحك وباش تجيك ساهله كي تجي تبدلي البيبي تاعك. فوالا البنات الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نوري لكم كيفاش نخيطوا غلاف، شوفوا على حساب الماطله. اب فوالا الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نوري لكم كيفاش نديروا هذا الغلاف اللي نغلفوا به المطرح. وهنا هذا هو الماطله لونجي تاع السيغه. فوالا البنات، ألوغ نتمنى تكون عجبتكم الفيديو تاع اليوم.